أشير إلى رأي مجموعة من العلماء الخبراء، العلماء الكبار، الخبراء المتخصصين والمتمرسين في تدريس ابن عربي واستيعاب نصوصه، أحمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، وهو معروف في عالم الإسلام ومعروف في العالم أيضا، ينقل عن تلميذ الشهيد الشيخ مرتضى المطهري في شرح الموسع على المنظومة اللي ترجمناه قبل ربع قرن وصدر في عدة طبعات، يقول الشيخ المطهري في على هامش أحد الدروس في هذا الكتاب، الكتاب في 4 مجلدات طبعا ومتوفر في السوق، يقول: يعد محي الدين بن عربي من الأعاجيب في الميدان العلمي، وأمثال هؤلاء الأشخاص يثيرون الدهشة، يثيرون الدهشة في فكرهم، فتارة تجدهم يرتقون إلى القمة وربما هبطوا في أحيان أخرى، الأمر الذي سبب خلافاً كبيراً حولهم. فمثلاً نجد آراء متناقضة في ابن عربي، البعض يصفه بأنه الإنسان الكامل والولي من أولياء الله والقطب الأكبر، في حين يصفه البعض الآخر بالكافر المرتد. وفي الحقيقة يمكن أن نعثر على ما يبرر هذه الأوصاف التي وصفوه بها في أقواله، لأنه ابن عربي نصوص ملغزة ونصوص وعرة تحتاج إلى خبرة وتخصص. فمثلا هو لا يرى، وفي الحقيقة يمكن أن نعثر على ما يبرر هذه الأوصاف في التي وصفوه بها في أقواله: مل صدرة، الكلام ما زال للمرحوم المطهري، لم يمنح أيا من الفلاسفة المقام الذي أحل فيه ابن عربي. فمثلا هو لا يرى لدى ابن سينا شيئا مقابل الشيخ ابن عربي. أما العلامة الطباطبائي فهو يقول: لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي حتى بسطر واحد من أمثال ما كتبه الشيخ محي الدين ابن عربي. طبعا أنا شخصيا لا أتفق مع هذا الكلام، لكني أنقل هذا الكلام عن متخصص خبير اللي هو العلامة الطباطبائي، وهو واحد من أهم المفسرين في العصر الحديث وخبير في العرفان وفي عرفان ابن عربي بالذات، وينقل عنه تلميذه المرحوم المطهري. فأيضا أنقل نص آخر وهو للشيخ حسن زادة آملي. حسن زادة آملي أحد أبرز أساتذة الفلسفة والعرفان في حوزة قم، ومن قبلها كان في طهران، وهو رجل كبير وأستاذ لكثير من أساتذة الفلسفة المعروفين. هو يقول: طبعا يقول: أنا أمضيت سنوات طويلة في التحقيق والتدريس في كتاب الأسفار الأربعة ومؤلفات ملا صدرة، وفي كتابي الفتوحات المكية والفصوص، فصوص الحكم لابن عربي. لاحظوا هذه العبارة، عبارة الشيخ حسن زادة آملي، يقول: إن جميع المباحث الرفيعة والعرشية في الأسفار منقولة من الفصوص والفتوحات وبقية الصحف القيمة والكريمة للشيخ الأكبر ابن عربي يقصد، وتلاميذه بلا واسطة أو مع الواسطة. وإذا ما اعتبرنا كتاب الأسفار الكبير مدخلا أو شرحا للفصوص والفتوحات
فقد نطقنا بالصواب. إذن ملا صدره وين من مرجعيته حسب هذه الشهادة التي يدلي فيها متخصص خبير وكبير ومهم أمضى حياته في هذه النصوص في ابن عربي، حتى أن كتاب الأسفار عده شرح لآثار ابن عربي. طبعا العرشية يقصد هنا هو يكتب تحقيق عرشي أحيانا في كتبه عندما يقول أن جميع المباحث الرفيعة والعرشية في الأسفار، يعني المطلعين على الأسفار الأربعة يجدون أحيانا يكتب عنوانا بعنوان تحقيق عرشي. ويقول أيضا في محل آخر الشيخ حسن زادة: كل ما لدى ملا صدره هو من محيي الدين وقد جلس على مائدته. ويقول الشيخ جوادي آملي وهو أيضا متخصص وخبير في الأسفار الأربعة وفي الفصوص، وكان من أبرز أساتذة الفصوص في حوزة قم، كان يدرس كتاب الفصوص، دورته تحتاج إلى 5 سنوات. وصديقنا السيد كمال الحيدري درس دورة الفصوص، مع أن الفصوص كتاب صغير، المطلع عليه يعرف حجم هذا الكتاب، في 13 سنة استمر تدريسه لهذا الكتاب. ومع الأسف بعض الإخوان يتعاطى مع هذا التراث بطريقة كثير تبسيطية وأحيانا كاريكاتورية، فيصدر أحكام جزافية. هذا التراث عميق ويحتاج خبراء، كما تحتاج الهندسة والطب وأي علم من العلوم الأخرى، يحتاج أيضا تخصص وخبرة. يقول الشيخ جوادي آملي: الشيخ محي الدين بن عربي ما سبقه أحد من قبله ولا لحقه أحد من بعده، لا يرقى إليه أحد من معارف أهل العرفان، ولا له نظير منذ عصره حتى الآن، لأن جميع ما قاله الآخرون وكتبوه بالعربية والفارسية نظما أو نثرا في الماضي والحاضر يعد بضعة في بحر محي الدين المواج. ويقول السيد جلال الدين الأشتياني، والسيد جلال الدين الأشتياني أيضا من أبرز المتخصصين بملا صدره والشيرازي وآثار ابن عربي، ولديه كتاب أتمنى أن يترجم إلى الفارسية عن فلسفة ملا صدره، من الكتب الجيدة جدا، لكن هذا الكتاب صعب ودقيق. يقول الأشتياني: تأثر آراء وعقائد ملا صدره بأفكار محيي الدين أظهر من الشمس. ويقول الشيخ محمد رضا المظفر في ترجمة صدر الدين الشيرازي: يكثر ملا صدره الشيرازي من النقل عن محيي الدين في جميع كتبه، ولا يذكره إلا بالتقديس والتعظيم، كالتعبير عنه بالحكيم العارف والشيخ الجليل المحقق ونحو ذلك، بل في بعض المواضع ما يشعر بأن قوله، يعني قول محيي الدين عند ملا صدره، من النصوص الدينية التي يجب التصديق بها ولا يحتمل فيها الخطأ. بعد العرض هذا الموجز، أنا حقيقة باعتبار وقت المحاضرة محدود فلا أستطيع أن أورد كل هذه الأقوال وهي مختلفة. طبعاً من ناحية أخرى أكو على الضد من هذه الأقوال فتاوى كثيرة بتكفير ابن عربي. كتاب واحد من كتب ابن عربي اللي هو الفصوص الحكم، أكثر من 120 شرح على هذا الكتاب.